كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تشكيلة المثالية لرابطة أبطال إفريقيا بعد نهاية دوري المجموعات من المنافسة، والتي ضمت حارس وفاق ستيفا مصطفى زغبة الذي تألق طيلة أطوار دوري المجموعات، وهو الجزائري الوحيد في هذه التشكيلة التي ضمت ثنائي من الأهلي المصري إضافة إلى ثنائي من زامبي أو مازيمبي أقول ولاعبين من الوداد البيضاوي إضافة إلى حوريا كوناكري الممثل هو الآخر بلاعبين.